أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. كم هو عدد أشهر السنة أيها الأحبة؟ عشر شهراً عدد شهور السنة 12 معروف هذا طيب لو جئنا إلى القرآن القرآن كتاب كوني أيها الأحبة وبحثنا عن كلمة شهر بالمفرد يعني لم نبحث عن شهرين او شهور او اشهر كلمة شهر بالمفرد سبحان الله نجد ان هذه الكلمة تكررت 12 مرة بالضبط اذا كلمة الشهر وردت في القرآن كله 12 مرة بعدد اشهر السنة ألا تشهد هذه الحقيقة على اعجاز هذا القران والحمد لله رب العالمين